صيام محمد عامر 18/10/2020. مش صغار ومش حرام ومش مدري شو. واحد عد 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 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12. قفل معي. والله حرام مساء الخير. هالمشاهد ازدادت بالآونة الأخيرة عنف وإجرام تجاه الحيوانات خصوصا الشاردة. بالمقابل هناك أشخاص عم يتأذوا فعلا من هذه الحيوانات، لذلك شو الحل؟ وأيضا يمكن تكونوا عم تتساءلوا إنه بوقت الإنسان هو نفسه منه آخذ حقوقه، بدنا نطالب بحقوق الحيوان؟ كل الأجوبة والتوضيحات اللي بعدها رح يفاجئكم مع ضيفتنا الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الحيوان في لبنان غدا نحفاوي. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. Thank you. سيدة نحفاوي، الجواب عندك، بماذا تردين على السؤال الأبرز يلي بيكون عند المواطنين ويلي هو ليش بدنا ندافع عن حقوق الحيوان بوقت الإنسان نفسه منه أخذ حقوقه؟ حقيقة دايماً عم بنسأل هيدا السؤال، وأنا عم بكون جوابي مثل جواب كل الناس الناشطين البيئيين أو حتى بمجال الدفاع عن حقوق الحيوان. نحن همنا الأول والأساسي هو الإنسان. نحن نؤمن تماماً كما العلم أصلاً اللي هو هيك بيقول، في عنا ارتباط وثيق بين الحيوان وبين الإنسان. نحن لما بنطلب أنه رجاءً ما تصطادوا الضبع ولا تقتلوه، لأنه الضبع هو مثلاً قمام الطبيعة، بنظف الطبيعة من الجيف الحيوانات، وبالتالي بيحمينا من البكتيريا التي تتحلل بسبب جيف الحيوانات. يعني هذا مثال صغير. مثال آخر مثلاً لما نطلب رجاءً حرام انتبهوا انه ما تصطادوا الطيور، هذا الصيد الجائر اللي كمان بعطي مثال هون قتل او تسبب بانقراض طير الكيكو اللي هو احد الطيور الاساسيه باللي انه بياكل دود الصندل، دود الصندل الذي يفتك حاليا بشجر الصنوبر. وبسبب هذا الفتك نحن عم نخسر شجر الصنوبر. لما نخسر شجر يعني عم نخسر طبيعه. مين يعني اللي عم يخسر؟ يعني الانسان. فنحن حرصنا اولا واخيرا هذا التوازن، نحن ننادي بالتوازن. يعني نحن ما بدنا يصير يتدخل الإنسان ليصير في خلل، نحن بالعكس عم نقول اتركوا الطبيعة من دون ما نتسبب بأذيتها أكثر. فولا مرة كانت المطالبة بحماية الإنسان الحيوان إلا وهي هدفها الأول والأخير الإنسان. مثل ما هلأ كمان في حمل كبير على موضوع الكلاب الشاردة، نحن كمان عم نطالب بتنفيذ القانون مش بس لحماية الكلب الشاردة، كمان لحماية الإنسان، لأنه الناس هي عم تتضايق من وجودهم يعني بينهم. مش نحن ما قدرنا بعد نوصل مثل حضارات أخرى أو مثل مناطق أخرى عم تتقبل الكلاب الشاردة. نعم، انطلاقا من هون صحيح، انطلاقا من هون يعني كتير في أشخاص بينزعجوا مثلا من نباح الكلاب، أو بيكون عندهم حتى خوف من مهاجمتهم من قبل حيوان معين أو عقصة من حيوان معين. فهون هيدا الخوف خصوصا بعدم وجود يعني كميات من الإبر المضادة لهذا الداء في لبنان في هذا الوضع الصعب، فما يؤدي إلى حتى حالات وفاة أو قتل لدى الإنسان. فهيدا الخوف يلي عم يتكمشوا للإنسان عم يعمل أوقات ردة فعل بقتل مثلا الكلاب إذا اقتربوا لما نزلهم أو شيء. ومثال على ذلك اللي صار بالبقاع، إحدى الأمهات حسب ما عرفنا كردة فعل قامت بإطلاق النار على أحد الكلاب حد منزلها من بعد ما أصاب بنتها بعد مهاجمته لإلها وترك ندوب على وجه بنتها، وبالتالي كردة فعل أطلقت النار عليه. ف يعني بهيك حل يعني عفوا بهيك وضع شو هو الحل الأنسب؟ يعني اولا نتاسف انه رده الفعل، مش رده الفعل، ما راح احكي عن رده الفعل، رده الفعل عاده بتكون بلحظتها. انا اتفهم تماما شو يعني الانسان يدافع عن حاله، هذا حق يدافع عن حاله من هجوم أي حيوان اللي كان، من هجوم أي مخلوق اللي كان، حقه بلحظتها يدافع عن حاله عن أولاده عن 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 لحتى يرد هذا الخطر. إنما تكون ردة فعل غرائزية
انتقامية بعد 15 يوم، بعتقد هيدي صارت نوع من توجه ثأري. عم بعلم أنا أطفالي، عم بعلم المجتمع أنه أنا بعد 15 يوم بيجي ببالي روح أقتل كلب هو كمان بنفسه عمل ردة فعل لما كان نايم، وهالطفل اللي عم تلعب معه معودة أنها تلعب معه يعني رميت حالة عليه وكان نايم جفل وعمل هالردة الفعل. فإذا وهون كمان أنا أشير، إذا هو شارد ليش أنا بدي خلي أطفالي يلعبوا مع كلاب شاردة؟ لا البلدية عم بتقوم بدورة تجاههم ولا الدولة، حقيقة الدولة متقاعسة جدا عن هذا الدور. يعني عفوا نحن كبشر ربنا أعطانا العقل وأعطانا القدرة نحط قوانين وننفذها، لما بدنا نحط رأسنا برأس كلب يعني صار نحن عدونا الكلب مش عدونا عدم تطبيق القانون، هذا مؤشر خطير. يعني نحن مجتمع إذا هل قد قادرين نحصر رأسنا؟ عم نحط رأسنا برأس كلب، مثل لما عفوا يعني ثعلب بياكل دجاجة، يعني هو ربنا خلقه ياكل دجاج، أنا مش شايفة ثعلب بياكل خس. فإذا أنا واجباتي كإنسان عندي دجاج وحظيرة أقوم بتحصين هذه الحظيرة، هيك بقول القانون، بدي أعليه مترين طلوع لحتى هذا الثعلب ما ينط وياكل دجاجة. طيب أنا لما بقوم بقتل هذا الثعلب يعني أنا شو عملت؟ ربيت مجتمع الثعالب إنه ليكوا اشتبهوا، يعني أنا اللي بدي أقرب على دجاجتي بدي أقتله؟ يعني ما شو الرسالة اللي عم نقدمها لبعضنا للمجتمع لأطفالنا؟ مش هيك بنقدر نحن، يعني ما بنقدر نحن نرتقي ونتقدم بتفكيرنا إذا تعاملنا مع المخلوقات الأضعف بهذه الطريقة العنيفة. نحن نعم. عم نعلم عم صحيح. نتعلم العنف تجاه بعضنا، في حلول كرمال الكلاب الشاردة. نعم. الحلول يعني لو نحن يعني ما قدمنا على الكلب في خوف أوقات من الكلاب الشاردة، يعني بمجرد المرور على الطريق وحدنا في كلب شارد الإنسان دائما بحس بخوف هون من أنه يهاجمه، لأن أوقات معقول يهاجمه ما بعرف من دون سبب، فعنا هيدا الخوف كإنسان. لا مش من دون سبب. الكلب اولا ما في شيء بيهجم بلا سبب، دائما نحن نتناسى احيانا بعض الممارسات اللي بيقوموا فيها احيانا الاطفال طبعا من دون وعي، هدول اطفال يعني بشد له دينته بيرشقوا بالحجاره، ماذا اتوقع انا من الكلب كرده فعل؟ هذا عم بحكي بالاحوال الطبيعيه، بس هون حتى لو بالاحوال الغير طبيعيه هل انا الوم الكلاب لانها تتكاثر؟ طب ما هي غريزيا تتكاثر. انا واجباتي لوم المسؤولين اللي مش عم بيقوموا بتنفيذ القوانين لمعالجه هذا الملف. اي قوانين يعني تحديدا اذا بتريده؟ طبعا في عنا الماده 12 من قانون الرفق بالحيوان اللي هو رقم 47 على 2017، هذا القانون الذي تحديدا هذه الماده التي تنظم واقع الكلاب الشارده عبر تعاون البلديه والجمعيات ووزارة الزراعة، وطبعا أكيد الدور الأكبر كمان طبعا النقابة البيطرية اللي منحيها اللي عم تحاول تعمل جهودها بهذا المجال. إذا هل ما هو مكلف؟ هل هو مكلف؟ هل هذا الحل بتطبيق القانون هو مكلف ماديا؟ الكلفة هي حقيقة تتعلق، يعني هي عبارة عن كل بلدية أو اتحاد بلديات أو قضاء يكون في أرض تتهيأ لحتى تصير شلتر أو مأوى لكلاب المنطقة الموجودة، بعدين بصير في خصي هذه الكلاب، خصي الذكور ووضع بهذا الشلتر. الكلفة هون يعني أنا هون بدي أشير لشغلة، القانون له من 2017. نعم. من 2017 فرضنا نحن بدأ هذا البلد يتدهور، تنقول من 2020 وبالرايح. طيب ثلاث سنين شو عملوا البلديات بهذا الموضوع؟ إن كان مكلف أو غير مكلف، حتى ما تعذبوا يعملوا مبادرة لهذا الأمر. أنا نعم. أؤمن بأنه نقدر نحن كوزارة، بتقدر الوزارة يعني بكل البلاد العالم بصير في أزمات، بكل بلاد العالم تعالج الأزمات بالتنسيق مع المنظمات التي تعنى بهذه الأمور، يعني في منظمات عالمية تعنى كمان بأمور الحيوانات، ليش ما حدا فكر تنقول يتواصل معها لحتى يقدر يساعدونا فرضنا بتنفيذ هذا القانون هلأ، لأنه نحن بأمس الحاجة له، خاصة لأنه العالم ترمي كلابها في الشوارع والقطط، يعني نحن زادت عنا الكلاب الشاردة من وراء الناس التي ترمي هذه الكلاب. إذا فرضنا هذا الموضوع مكلف أو لا قدرة للبلدية على الأقل ب التعاون البسيط منا واللي هو اصلا ولا مره بمعظمهم بدر، يعني ليش ما بنقوم كمان كاحد الحلول السريعه بانه تطعيم كل الكلاب الشارده الموجوده بالبلد؟ ساعتها بهذه الطريقه بدها مصاري يمكن
يعني دايما في حجه البلديات انه ما معنا مصاري كرمال في بلديه. لا انا عم بحكي عن اللقاحات هون، عم بحكي انا بركي هون دور وزاره الزراعه هي تؤمن هذه اللقاحات، هي التي تؤمن هذه اللقاحات. نعم. فيها بركي بالتعاون مع منظمه الفاو، في اكثر من منظمه تعنى بالحيوان بلبنان تقدر بالعالم تساهم بالحل. وبالتالي نعم وبتقدر تساهم بالحل، يعني اكن ماديا ام لتطبيقيا. طبعا اكيد اكيد، لانه بالنهايه بنرجع بنقول في هم حمايه الانسان، مش هن همهم حمايه الانسان؟ اذا فكرهم بالتقاعس وباهمال القانون او باهمال طلب المساعده او باهمال اي شيء، انه نحن سنستسلم انه هن يتخلصوا من هذه الكلاب بالقتل، لا هذا خطا، يعني هذا معيب، لانه نحن حنكون امام العالم ناس ترتكب المجازر بحق مخلوقات، لانه مش قادرين يعني نعم. نحل هذا الواقع. صحيح. واللي هو في اكثر من طريقه لنحله، ما يعني نعم. ممكن نكون عم نمر نحن بازمه كبيره، بس كله له حال بالتعاون والتضافر والجهود، مش مقبول نترك الامر نعم. هيك الى الى يعني إلى. صحيح حضرتك تحدثت عن ظاهرة رمي الكلاب والقطط في الشوارع، ونحن كنا شدناها وتكاثرت، أكن بسبب اقتصاد مثلا الأشخاص تخلوا عن حيواناتهم الأليفة، أو وقت كورونا بسبب أخبار كاذبة تركوا حيواناتهم بالشوارع. فبنعرف أن هناك جمعيات تقوم بإيواء هذه الحيوانات، ولكن بهالظرف الاقتصاد الصعب، هل هالجمعيات عم تقدر تلحق أنها تقوي كل هذا الحيوانات؟ هل بعد عندها هذه القدرة؟ هون كتير مهم أشير لشغلة كمان العالم بتعتقدها وهي غلط. الجمعيات دورها مش لإيواء الحيوانات الشردة، الجمعيات ما عندها أصلا المقاوي الكافية، يعني عم نحكي هلأ حاليا ب50,000 كلب شارد، أي جمعية بدها تقوي هالعدد إن كان قطط ولا كلاب؟ في جمعية عندها مقوى كبير حاليا في بقلبه حوالي 1200 كلب، طيب ما بقى في مجال لاي يعني حيوان اخر انه ينزل، نعم. يعني ينضاف الى هذه. هون بيجي دور الاقضيه، البلديات، اتحاد البلديات، يصير في اتفاق، ومؤخرا موجود هذا وزير، معالي وزير البيئه مشكور ومعالي وزير الزراعه مشكور ايضا، اجتمعوا لفكره انه طرح كل ارض بكل قضاء. طيب ليش ما بنمشي بهذا المشروع اللي هو مش من زمان طرح، يعني من كذا شهر بدأ صار في اجتماع بهذا الخصوص. إذا الجمعيات مش دورها فقط إن الإيواء، لا، الإيواء هو مسؤولية كل بلدية أو اتحاد بلديات أو قضاء لحتى نقدر نقويهم كلهم. الجمعيات دورها توعوي المفترض، حاليا للأسف بسبب رمي الناس لكلابها وقططها الأليفة، هذه الكلاب والقطط معودة إنها تكون ببيت، ما بتعرف ليش بالشارع. معقول ترد على بيت مثلا ببلاش؟ يعني إذا في أشخاص حابين يكون عندهم كلب أو قطة بالبيت ومش قادرين يدفعوا حقها، معقول هذه الجمعيات تقدر تقدمها مثلا للبيوت؟ الجمعيات عم بتحاول تساعد، والناشطين عم بيحاولوا يساعدوا، ومجموعات الإنقاذ عم بتحاول تساعد. أحيانا بتنقول بيكون في بيت بيقول نحن ما قادرين بقى نتكفل تنقول باللقاحات، عم نحاول نساعد قد ما بنقدر كناشطين وكجمعيات وكمجموعات إنقاذ. إنما برجع بقول ما في، يعني مش ضروري إنه يضل الحيوان عنا بالرفاهية إذا بدي أسميها اللي كان موجودة قبل الأزمة. تنقول بيقدر ياكل من اكل البيت، بنقدر، حرام 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 نرمي نعم. هذه الارواح بالشوارع، نحكم عليها نعم. بالموت البطيء، هذه الارواح ما بتعرف شو يعني تعيش بالشارع لانها عاشت بالبيت. اذا ولهالبد هذه العائله خلص يعني يأست على الاخر، ما في اي امكانيه لبقائهم حتى بمقاسمتهم لقمتهم، على الاقل بتقدروا تعطوها لغير بيوت. نعم. السوشيال ميديا يعني بوستات في هذا النوع، ما رجاء ما نرميهم، حرام نحكم عليهم بالموت، ما يطوعكم ضميركم انتم لما بتناموا بالليل، هذه انتم نايمين بالليل على نفس المخده، بس اللي كان حدكم قاعد على سجاده مرتاح امن مامن انه في واعه المي تعول وهي اكلاته هون كبيتوه بالشارع، ما تفتكروا انه حيكون بالشارع انه ما عليه يعيش ياكل من الزباله، مش صحيح هذا الكلام، اول ما ينزل على الشارع اول شيء عم بيصير عم تدهسه السياره، لانه صح. ما بيعرف. وهذا الشيء اكتشفناه كمان بالاونه الاخيره على الاوتوسترادات، في كتير كلاب وقطط على جنب الطرقات، يعني بشكل كتير كبير آخر صحيح فترة. صحيح للأسف، يعني نتأسف أنه لبنان صار مقبرة تقريبا من وراء كمان التسميم باللنات، صار مقبرة للقطط نعم. والبسين والكلاب والطيور، يعني للأسف.
سيدة نحفاوي، هناك فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وبكثافة انتشر، حابة استغل وجودك معنا إيجابا طبعا حتى أخذ تعليقك على هذا الفيديو. رح نشوفه سوا. هو الفيديو عن إحدى الجمعيات تقوم بأخذ الكلب من رجل متشرد باعتبار أنه هي بتقدر تقدم له حياة أفضل لهذا الكلب. خلينا نشوفه سوا. يعني سيدة غنى، تعليقك على هذا الفيديو إذا بتريده. يعني هذا مؤسف كتير ومروع. يعني هذا بالضبط كأنه عم ناخذ طفل من أهله. أحيانا يعني هذا قد يكون لهذا الكلب ما في غير هذا المتشرد يحبه، وقد يكون هذا المتشرد ما في غير هذا الكلب صديقه. اللي صار كتير مؤسف وشنيع. الكلاب والحيوانات الأليفة مش بس همها تاكل وتشرب وبس هيدي الحياة، لا، يعني هي بدها شوية أكل وكتير حب وحنان، ما بيقدم لهم إياها إلا صاحبهم المحل ما عايشين. هذا وتطرف اسمه أنا بعتبره اللي صار بهذا الفيديو. وهذه الجمعية مش بالضرورة أبدا، لا هي ولا العائلة اللي بدأت تتبنى الكلب رح تعطيه حياة أحلى أبدا. قد يكون حضن هذا المتشرد أحلى من كل الكون بالنسبة للكلب. صحيح. سيدة غنى، نحن عنا فقرة أخبار كاذبة، ولكن استثنائيا رح سبقيك معنا، لأن إذا بتقدر تخبرينا شو هن أبرز المعلومات والأخبار الكاذبة اللي بتنتشر عن الحيوانات، والأكثر من هيك بدل ما نقتل الحيوانات فكيف نقدر نتصرف في حال تعرضنا لأي منا. فننتقل سوا لهذه الفقرة. سيدة غنى، كيف منتصرف في حال واجهنا أفعى بدل ما نقتلها؟ اولا كثير كمان بيسالوني هذا السؤال، انه نحن كيف بدنا نعرف اذا سامه او غير سامه؟ طبعا ما حدا مضطر يعرف اذا هذه الافعى سامه او غير سامه. اذا كانت بفناء المنزل، يعني خارج المنزل، شو ما كانت هذه الافعى، اذا كان معنا اطفال، نحن مجرد نمسك لهم ايديهم ونبعد عن هذه الافعى. هذه الافعى شو ما كانت سامه او غير سامه، مجرد ما تشعر بوجودنا رح كمان هي تهرب، هي كمان حتخاف مثل ما نحن حنخاف، هي كمان حتخاف. إذا كانت داخل المنزل، كمان السوشيال ميديا صار بمتناول الجميع. في عنا جمعيات تعنى بالحياة البرية وتحديدا بالأفاعي، اتصال صغير، سيرتش بسيط على الفيسبوك بنقدر نتواصل، يكون نعرف خاصة الموجودين بالمناطق البرية، بالمناطق الريفية. نعم. المفترض يكونوا صار عندهم علم بهذه الجمعيات، يعني صارت معروفة انهم بيقدروا يتصلوا فيهم يجي يسحبوها من المنزل. بلحظتها بدنا نحن نبعد عن هذا العفعى إلى حين أنه يعني تظهر، يعني ما نقرب عليها ما بتقرب علينا تماما. وفي شغله كثير مهمه، هيدي ضروري اولى. نعم. الحنش حدث. اللي هو الافعى السوداء، مش يعني اذا لونها اسود بدنا نخاف، مش يعني اذا لبسينا سوداء يعني صارت شؤم. لازم نطلع شوي كمان من هيدي الامور. الافعى السوداء اللي هي الحنش، هي كانوا جدودنا يشتروها من زمان ويكبوها بالمزارع لحتى تاكل القوارض، هي صديقة المزارع، والكل صار يعرف. رجاء الحية السوداء لازم بالعكس ننبسط لما نشوفها بالبيت عنا او بالمزارع عنا. ما بعرف قد ايه رح ينبسطوا اذا شافوا افعى سوداء بالبيت، بس يعني على القليله غير مؤذيه مثل ما عم تقولي لنا. بالحق اللي مش ضروري بالبيت. افضل. بالنسبه للضبع، بالنسبة للضبع، الضبع للأسف في متوارثات كتير، يعني إشاعات عنه. هذا الضبع، هذا المسالم، الكائن المسالم الجبان جدا، بخاف كتير. الضبع هو قمام الطبيعة، هو بيأكل الجياف. ربنا أعطاه معدة، نسبة أسيد رهيبة بمعدته، بتقدر تأكل تحلل البكتيريا الموجودة بالجياف قبل تحللها بالأرض، يعني بتقدر تهضمها بمعدتها وبالتالي تحمي. الضبع اللي كانوا يقولوا عنه المتوارث انه صار بيعمل بيبي على ضحيته، يعني بيعمل بيبي على الشخص اللي بده يهجم عليه وبيخليه يسحره وبيسحبه على الكهف لعنده. فكره البيبي على حاله هي تتمثل بانه الضبع ربنا اعطاه نظام بصيره غريب، بيشوفنا كديناصور فبيخاف، هذا الرعب يخليه يعمل بيبي على حاله، فتاخذت بغير موضوع. طلع نحن بنخاف من الضبع. صح. بالنسبة للخنزير البري، لأن هلأ كتير في موسم صيد.
الخنزير البري حرام، انا يعني مؤسف سبب تكاثره، يعني انا بعرف انه هو عم يتسبب باضرار للمزروعات المزارعين، بس لازم نسال حالنا ليش صار في عندنا تكاثر للخنازير البريه. للاسف العدو الاول للخنزير البري هو الذئب، والصيد الجائر كمان للاسف تسبب بانقراض، ويعني يمكن اعداده جدا 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 قليله صارت في لبنان. هذا السبب خلى الخنازير البريه تتكاثر. الخنازير البريه يعني للاسف حسب القانون بيقدروا عم يسمح صيدها بموسم ولا غير موسم، علما انه نحن هلا خارج الموسم. بس كمان بدي اطلب من الناس انه يعني رفقا بالانسانيه، لما بتكون خنزيره ام او عم بترضع اخلاقيا معيب انه نقتلها، حتى بالقانون لا يسمح بقتلها القانون، لانه كل خلال مواسم التكاثر ممنوع نهائيا الصيد او قتل اي مخلوق او اي كائن. نعم. الكلب الشارد، بفتكر الاشخاص ناطرين نوصل للكلب الشارد. الكلب الشارد، ما فهمت السؤال. يعني بس نكون مرئين ولقينا في كلب أي. شارد وبده يهجمنا مثلا، هون كيف نتصرف؟ نعم. بدل ما نطلق النار عليه. في 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 شغله، ما في شك انه كل العالم يعني صار عنده هذا الموضوع، بكل المناطق بلبنان صار هذا الموضوع كثير حساس. اولا الكلب بالشارع اجمالا بيركض للشخص، اولا لانه الكلب هو حيوان يعتمد على الانسان، يعني هو بس يشوف انسان مارق بيعتبر انه هو بده يركض لحتى بركي بطعميه، يعني دائما هدفه الكلب هو او جوع او عطش. احيانا بصير في تريجر لهذا الشيء، تريجر يعني مثل شيء بيخليه يحفزه او يخليه يستفزه، مثل تنقول هالشخص كان مارق بمكان ما ورامع عليه حجار او حاسه انه خايف منه، هذا الكلب قد بيركض كمان عليه. بحاله انه لما بنشوف كلب شارد مارق، اول شغله نعملها نوقف بارضه، ما نركض. لما نحن نركض كانه عم نقول للكلب الحقنا زياده، فإذا أول ردة فعل نعملها إنه نوقف بأرضنا. هذا الكلب ما مش أبدا هدفه يهجم ليأذي، هدفه إنه بده ياكل. هلا ما في شك إنه قد يكون في كلاب مصابة بداء السعار، بس هذه الكلاب أولا ما بتكون موجودة، يعني بتكون واضح عليها إنها مريضة، ما بتكون موجودة أولا. فهون شو بنعمل نحن؟ كيف نتصرف إذا لقينا انه هالكلب معقول هو مصاب بداء؟ يعني اذا شمت بارضه معقول يهجم؟ هلا خلينا نقول بلحظه لما بصير في هجوم يعني مكثف من كلب، ما في شك لازم فورا نتصرف بانه لازم ناخذ لقاح السعار، وهذا اللقاح حاليا بهيدي الازمه مش موجود مثل ما كان متاح قبل، انما وزاره الزراعه ووزاره الصحه غير مقصرين، يعني لما لا سمح الله عم بيصير شيء وعم بيصير في ضغط انه لحتى يجب مجبوره انه الدوله تامن هذا اللقاح. هلا عاده يتم مراقبة الكلب إذا ما قتل، يعني عادة يفضل أنه ينكمش حتى ما يموت. ليش ينكمش حتى ما يموت؟ لأنه أي كلب بعض إذا كان مصاب بداء السعار يموت بعد حوالي 10 أيام، وبالتالي نحن بهالشكل بهالطريقة بنقدر ساعتها نعرف إذا هذا الإنسان أصيب أو غير أو مصاب، يعني تعرض للسعار أو لا. فإذا بس بلحظتها أتفهم تماما قتله، يعني يجب أصلا ما في حل للكلب المسعور. وكمان بدي ألفت نظر لشغلة، رجاء الكلب الشارد مش بالضرورة مسعور أبدا، الكلب شارد شارد والمصاب بالسعار أمر آخر كليا، قد يكون في المنزل ونحن مش عاطينه الطعومات اللازمة وعم نخليه يظهر وعضه برك جردون مسعور وإجا نقل السعار إلى داخل المنزل. فإذا مش بالضرورة الشارد يعني مسعور. فنحن نرجع منقول لحتى تخف الاحتكاكات بين الناس وبين الكلاب الشاردة، بظل هذا الكم الهائل من الكلاب الشاردة نطلب مجددا تطبيق القانون، أو على الأقل إيجاد حل طارئ، حل اجتماع طوارئ للمعنيين جميعا لدرء هذا الخطر إذا بدي أسميه، لأنه بقى الناس ما بقى قادرة يمكن تتحمل هالشيء. وكمان نحن بهمنا حماية الكلاب الشاردة من للأسف التسميم والقواص اللي عم بيصير. وكمان في شغلة ضروري نقولها، اللي مبسوط
ان كان انسان او بلديات، يعني ان كان مواطنين او بلديات اللي مبسوطه عم بتسمم باللانات، بحب خبركم انه هذا اللانات عم بيقلب علينا نحن، لانه عم يتحلل على المياه الجوفيه ونحن اخر شيء رح نشربه، وهذا اللانات هو محظور عالميا وهو من اكثر الامور بشاعه بقتل الحيوانات. حتى وزاره الزراعه عملت بين مؤخرا اعتبرته صحيح. هو يعتبر جراء من الجرائم الانسانيه. نعم. فرجاء معالجه نعم. هذه الامور بطرق إنسانية لكي نرتقي بأنفسنا. يعني سيدة غنى نحفاوي بدي أشكرك على كل هذه التوضيحات، وعلى أمل كمان من ضمن صوتنا صوتك أنه إيجاد حل مناسب كنت أشرت له في سياق الحلقة، فشكرا لكل هذا التوضيح.